اوكي ليديز اند جنتلمان، انا عملت الطائره الحربيه، سوف نحرق حدثا جديدا نزل في فاير. نتمنى لكم يوما سعيدا ومركز كثير في التظبيطات. جهزوا من حالكم منيح، رح ننزل على الارض ونحرق الحدث في السياره هالمره. اوكي ليديز اند جنتلمان، احنا الان على متن السياره، نزلنا كلام بالطياره، نزلنا على السياره. الله يسعد ليكم، طيبين كيفكم، ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. طبعا شباب اليوم ما تاخذوني، يعني راح نصور بالسياره هيك على السريع هذا المقطع بس، ولكن نفس الوقت نغير جو شوي، نطلع من هاي الغرفه وكل الاشياء وكل شيء باللوز، نرجع لهم جو حلو. لا مو حلو كثير بس يعني اتس باللوز ماشي حال. اوكي يلا جاهزين، يلا ندخل نحضر الحدث. صراحه عجبني هيك التصوير هيك انا بالهاتف، يعني خفيف لطيف وعلى السريع وشي باللوز. عندنا هون هذا الحدث نزل جديد، هذا السكن كنت اشوفه، نعمل له زوم. اوه باللوز والله ما يشبه شيء. يلا نقول معلم نلف العميق، لك 20 لفه بتجيبه مباشره. هات لنشوف، بسم الله اول لفه لنشوف الوضع شلون. ايوه يا معلم، ما في شيء يطلع لنا السكين ولا شلون برو حبيبي؟ والله يا سلام يا سلام. اوكي معلم، هلا هون عندنا واحد اي بطاطا دول يا جدك. اوكي كم لازم، 200 بطه لازمنا هون يا اخي. الناس عم بتكلموا عم بخربوا علينا التصوير، دايم برو. هون عندنا 200، هون في 140. هي شو هي؟ هاي قنبله ولا ايش؟ لا سلاح هذا يا جدك، لك سلاح هذا يا شباب، الو سلاح لسه الصحراء هذا. دايم واو. اوكي هاي كمان لفه نشوف الوضع شلون. ايوه بطريقتين. يلا يا جدك. اوكي اوه شفتك الحظ، شفتك الحظ هون يا شباب. شو التكنات الحظ عم بيطلعوا لي؟ الو عطوني شو التكنات الحظ يا اخي، والله ما فهمت شو التكنات الحظ صراحه، ما بعرف، يمكن استخدام الرموز لسرداد مكافات. اوكي نشوفها من بعدين، نشوف الوضع شلون. اوكي طلعنا هون التوكن الحظ معلم، كمان مرة ثاني مرة. اوكي بطاريخ وتوكنات الحظ، هات لنشوف الوضع قول لي. اوكي يو بوي، اوكي حلو، حتى النظم ما حرك الكاميرا هيك ولا هيك، يا سلام حبيبي والله. دايو ترى هي صار ما صار اكثر من 20 لفة ولو اي شيء، فراش هو حمامي حمامي ميتي. ايوه اوكي عليك كيكو. يا سلام يا سلام يا سلام. وين صرنا هلا معلم؟ 75 يا جدك. نكمل برو كمل. ايوه لا صار معنا، كم صار معنا؟ هي 93. يلا نجيب السكين. اوكي شوف والله معلم مهاراتي جرب مثل الصحراء، مهاراتي شوف جرب مثل الصحراء مهاراتي معلم، تربينا عليه حلو مثل الصحراء كمان. يا سلام عليك، كم فيه كان سمات؟ فيه 2 معدل اطلاق النار، 2 سرعه ومخزن فيه، والله هذا حلو. هذا صراحه انا فكرت ما انتبهت له صراحه، بعدين شفت بعينكم انتبهت له. اوكي وين صرنا؟ اوبا 130. يلا ولو كمان لفه معلم، لا ما بدنا مشاركه معلم، ما بدنا تخرب الوضع. اوكي يا اخي شو بدنا، ليش في 160 صار هون؟ ردوا كانت الزرق الاخضر ما فهمت لهم بس، ولكن انا من غير شي ضايع بس لازم افهم لهم هذول معلم. صاروا 160 يلا ولو يا اخي، استبدال ثواني شوي لنشوف الوضع شلون. عم يقول لك استبدال معلم ومكافئ هذول. اوكي مكافات مضمونه 20% احصل على اللوز يا اخي. ها هي دخلنا لهون، ثواني شوي شباب لا تغزوني، عم بحط اصبعتي على الكاميرا، حتى هون الكاميرا معلم. مكافات مضمونه شلون نشوف هالمكافات؟ هاي نلف كمان مره لنشوف الوضع شلون. ايوه هيك
ثلاثة شوف. أوكي. أوكي. يا أخي صار عنا كثير من اللفات. المتجر يا طيبين خلونا نشوف. ارفع المتجر. مجموعة. والله ما فهمت لها يا شباب هالمجموعة تبدل التوكنات كيف يصير؟ ما فهمت الا يا شباب لا ما فهم لا يا جدك ويش هذا اوكي هنكمل معلم كالعاده ايوه ايوه يا معلم نجي لقونا كم صار عندنا 230 اوف حط يلا عليك روح على اليسار شوي ايوه يا سلام يلا روح موسيقى معلم ناس صاروا موسيقى بنص الصبح يا ديك مربي اوكي اوه 10 تقرا اعطوني هنا سوينا نجيب نجيب شي شغله نجيب لسه الصحراء معلم نجيبه جيبه تهانينا كفو تزويد معلم مستور عليكم يلا نكمل معلم خرباني خرباني والله ما فهمت لها المضمون يا شباب ظاهر حبيبي والله صراحه ما في عندي كثير وقت لاشوف هذا المضمون لانه حبيبي والله يا اخي ثواني لازم اقراها معلم شوي يمكن استخدام الرموز لسردات المكافات ثواني شوي تبديل بلشت تنرفز يا جدع استخدام مكافات من وين يا زلمه يا اخي اشرحوا لنا يا زلمه ثواني هي سردات ما اعرف صراحه راح ارجع اشوف راح اتاكد منها وشوف وضعها اوكي المهم تصدقوا مع النبي اللي باقينا 120 باقينا كمان اضرب يا معلم حلو نجيب السكين معلم اهم شيء باللوت طيب في كثير جواز تاني راح نجيبه اوبا هذا السكين معلم اوبا قولي باللوت افتح يا سمسم مش هيكون تصوير باللوت والله يا شباب ان شاء الله تكون يعني موجوده ماشي حالك قول لي هل اخذنا السكين معلم؟ والله سكين ما اشبه شيء. ميكس باللوز هل نحن صرنا على البث؟ 3 2 جو 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 جو. اوكي صرنا الان اعتقد صار التسجيل. اوكي احنا ندخل نشوف هذا نسر الصحراء كيف وضعه معلم. الصراحه شباب انا مع التليفون يعني ما بعرف اذا حقدر العب من غير شيء انا نوب. بال ما متعود كثير العب بالهاتف. خلينا نشوف السكين معلم هيك على الخفيف هيك. اوكي طبعا احنا شايلين سلاح. والله ما اشبه شيء السكين ها. جميل ماشي وشي حلو 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 اوكي عنا هون لازمنا نجيب نص الصحراء هذا النزل جربوا اوكي عليكم انزل شوي لتحت ايوه يعني عليك اعمل هيك نص الصحراء مجاني باللوز طبعا ما راح اقدر اجيب شتات ويك اوكي عليكم حطها هيك بالوسط لا وين نروح؟ نروح لهون معلم هون هيك ماشي وشي مش كون بحط ايدي على الميكروفون مريم جاي يعني نسيانا شباب اجيب السماعات عشان المايك يطلع من هون على القليله أيوم. اوكي معلش مشونا اياها شباب مشونا اياها هات اشوف النسر اوكي اوكي شوف معلم 99 هذا هو بس فيه سرعه والسرعه سرعه سرعه الاطلاق تبعه ناريه يعني فهمتوا علي شلون اصبر نشوف هذا احمر عليكم ما في احمر شباب والله شباب انا برايي بدون بهدلات وبدون اشياء يعني خلينا نمشي هيك ان شاء الله بنفتح بس مباشر ان شاء الله اليوم على المسويات نجربه بكل احترافيه اوكي ما بعرف اوكي لا ركز عليك ركز شوف حاول جيبه شوف كم طولت كم ضربه بتضرب بس شوف يضرب عادي يعني والله مش شيء سريع ها هو سريع في اثنين سرعه اكيد سريع يعني هو الضربات السريعه باللوز والله ما يشبه شيء يا جماعه حلو تمام اوكي كيف نطلع من هلا من هون خروج ردها الخروج اترك منطقه تدريب نعم منطلق يا صديقي يلا اطلع يا جدك اوكي تمام مش الحال حلو كثير حلو اوكي اعزائي الكرام نراكم من بعد ان شاء الله في فيديو اخر ويوم سعيد لكم وجمعه مبارك عليكم اعزائي الكرام
أنا الآن رجعت إلى متن الطائرة الحربية ونراكم قريبا، ولا تنسونا بزر اللايك ولو لايك لايك يا جدك.